بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشراقة قرآنية قل أن تقف على مثلها، تلك الإشراقة تتحدث عن كمين محكم أعده إبليس ليوقع فيه مجموعة كبيرة بالآلاف من الناس في تلك الشباك، وذلك الفخ الذي أعده محاولا أن يستغل فرصة من أثمن الفرص التي أعطيت له لفتنة الناس. ولكن تدخل منقذ فأنقذ الناس في مشهد عجيب ورهيب للغاية. تلك الفرصة التي حاول الشيطان أن يستغلها وأن يوقع بها الناس في ذلك الكمين، قد تستغرب ما هي ومن هو المنقذ أو ما صفة المنقذ الذي تدخل لإنقاذ الناس. الشيطان هو عدو مبين للناس، ويبحث ويحاول أن يضل بني آدم ويغوي بني آدم ويفتن بني آدم ويزين لبني آدم من أي باب يدخل، من أي فرصة، من أي نقطة ضعف، هو يبحث عن هذه الأشياء لأجل أن يضل بها الناس. ووجد فرصة يوما من الأيام لولا أن تدخل ذلك المنقذ. تلك الفرصة هي إطلالة رجل ظهر على الناس، فلما رآه الناس كادوا أن يفتنوا، وزين لهم الشيطان، زين لهم إبليس ما عنده وما لديه حتى كادت أن تمرض القلوب وتفسد القلوب وتتمنى ما لدى هذا الشخص. ذلك الشخص هو قارون، وتلك القصة التي سطرها القرآن الكريم عن ذلك الرجل الثري الذي يملك من المال ما الله به عليم. قارون رجل من قوم موسى، آتاه الله عز وجل مالا كثيرا وكنوزا كثيرة، قال الله عز وجل عنها: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني عصبة من الرجال أصحاب قوة يعجزون أن يحملوا مفاتيح خزائن قارون، وليس الخزائن، المفاتيح فقط، فكان لديه من المال ما الله به عليم. ولكنه كما قال الله عنه بغى وطغى ذلك الرجل في قومه، وبدأ يظلم وبدأ يبطش وبدأ يتقوى على الناس بتلك الأموال التي عنده. جاءه الدعاة من قومه والناصحون، قالوا له وهم في شفقة ينصحونه، قالوا لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قالوا له: ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولكن قارون بكل غرور، بكل كبر، بكل عجب، قال: إنما أوتيته على علم عندي. أعاد ما لديه من هذه النعم الوافرة والأموال الطائلة والخدم والحشم والجند والزينة والذهب والفضة والمجوهرات، كلها أعادها إلى ذكائه، إلى فهمه. هذه أوتيتها أنا على علم عندي، للخبرة التي لدي في الكسب والمضاربة والمتاجرة، أعادها إلى نفسه ونسي أنها نعم وهبها الله سبحانه وتعالى. وهذه طبيعة بني آدم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله عز وجل يقول عنه: أولم يعلم أن أهلكنا من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، يعني نسي قارون أننا قد أهلكنا من قبله من القرون من هم أشد منه قوة وأكثر جمعا، كان لديهم أكثر مما لديه وعندهم من القوة أكثر مما عند قارون، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بقوته وقدرته. قال الله عز وجل عنه، أي عن قارون: أولم يعلم
أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أهلكهم الله، وعندهم من الجمع والمال أكثر مما عند قارون، وعندهم من القوة والمنعة أكثر مما عند قارون، ولكن قارون نسي ولم يستنصح قارون بنصيحة أولئك الذين جاءوا إليه ونصحوه، فخرج بكل زينته، بكل ما يملك، بذهبه، بفضته، بحليه، بجنده، بخدمه، بحشمه أمام الناس. أنت لما تقرأ في كتب التفسير عن هذه الإطلالة وكيف خرج قارون على القوم ستجد عجابا في هذا الأمر، وما الذي كان عنده، وهي روايات أهل التفسير، ولكنه خرج عموما. بعد ذلك خرج قارون على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لقد أوقعهم الشيطان في هذا الفخ، في هذا الكمين، عندما نظروا إلى هذه الزينة والمال الذي لدى هذا الرجل وهو كافر بالله ولا يشكر تلك النعمة وينسبها إلى نفسه. أمرض الشيطان قلوبهم وظنوا أن هذا هو جهد الرجل وعلم الرجل وخبرة الرجل وعلاقات الرجل، وكادوا أن يفتنوا به ويهتموا بالدنيا كاهتمام ذلك الرجل، يريدون مثل هذا النعيم الذي لديه. وتدخل المنقذ، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله سبحانه وتعالى هنا يصف المنقذ أنهم أصحاب العلم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، علم يملأ القلوب إيمانا، وذلك الإيمان يحرك الجوارح بالعمل الصالح الكثير. عندما يكون لدى الشخص علم يستطيع أن ينجو من كمائن الشيطان، يستطيع أن يعرف وسوسة الشيطان، يستطيع أن ينجو من غرور هذه الحياة وغرور هذه الدنيا وما يلقيه الشيطان من الزينة فيها ومن الغواية فيها والإضلال للناس. العلم هو المنقذ دائما أمام كل هذه الأشياء الظاهرة بديباجها وزينتها وجمالها في هذه الحياة، أن هذه الحياة ما هي إلا متاع الغرور. بعد ذلك وقارون يفتخر بهذه الزينة التي لديه، وبعد أن ظهر على قومه في كامل هذا الحلي ليفتنهم وليقطع تلك النصائح والدعوات التي تقدمت له، خسف الله به الأرض، ابتلعته الأرض أمام مرأى الجميع، هو وماله وكل زينته وكل حليه، هو وكل جنده وخدمه وحشمه الذين كانوا من حوله. مشهد رهيب للغاية. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وبعد أن رأى هذا المشهد أولئك الذين كادت قلوبهم أن تفتن من تزيين الشيطان بهذا المظهر، قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. كشفت الحقيقة، بانت الكمائن، بانت شباك الشيطان التي كاد أن يفتن بها الناس. ما هذا الذي ترونه جميعا إلا متاع، إلا غرور. أمام هذه الإشراقة القرآنية تستخلص دروس عظيمة جدا للغاية. أمام هذه الإشراقة القرآنية تستخلص دروس في غاية الأهمية لنا. أولا أن المال دائما فتنة، وأن الإنسان إذا كثر ماله
فلا بد عليه أن يكثر من شكر النعمة وإلا طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن دروس هذه الإشراقة القرآنية العظيمة أنه لا بد أن يبذل الناصحون النصح لجميع الأشخاص مهما كانت مكانتهم السياسية والاقتصادية، مهما علت رتبهم أو دنت، لا بد على الدعاة أن يقوموا بواجب النصح للجميع وينصحونه، كما نصح أصحاب قارون قارون فقالوا له تلك الوصايا جميعا. كذلك مما تعلمنا هذه الإشراقة أنه لا شيء أعظم من العلم، والله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في شيء في القرآن الكريم إلا العلم، فقال له وقل ربي زدني علما. فتعلم لكي تنجو من هذا الغرور، من فتنة الشيطان، من تزيينه، من إغوائه، من وسواسه، من هذه المناظر التي يعمد المفتونون بالدنيا لإظهارها للناس حتى يظنوا أنهم هم في النعيم ويغفلون عن النعيم الأبدي الذي عند الله عز وجل، فإياك أن تفتن بهم.